متى اكتشفتي انت هذا السحر للكتابه، مفعول السحر للكتابه، متى اكتشفته شهد الراوي؟ مفعول السحر لا اعرف متى السحر على وجه التخصيص، لكن عندي الموجودة حتى على الانستغرام الخاص مالتي، الشهادة مالتي مال الابتدائية كاتبة مرشدة الصف، أتوقع أن تكون كاتبة مهمة في المستقبل. ظهر أني كنت بس أذكر مثلا كان عندنا محفوظات أناشيد لازم نحفظها، أني أرفض أحفظها، أكتب الإنشودة الخاصة بي، يا بحفظيها عندك دوام عندك امتحان. لا يعني محاولاتك الأولى هذه أكتب كانت. كنت أحب أكتب أي شيء أشوفه، يعني دقيقة الملاحظة أدون عندي مذكرات، دفتر مذكرات خاص. فالظهر هاي النشوء الأول، بعدها بديت أحب أقرأ أدب، بعدين اتطور طبعا، اتطور عندي الموضوع، يعني أخذت على محمل الجد وأخذتي على محمل الجد، ومحطتك لتصبحي مؤلفة هي دبي. شو اللي شافته شهد في دبي؟ لكل مدينة سحرها، وإحنا ذكرنا بغداد وذكرنا الشام، شو اللي وجدتيه في دبي؟ شوفي دبي والإمارات على يعني بشكل عام مدينة أذكى من مريديها. يعني أنت يوميا تقعدين الصبح تلقين شيء جديد لازم تعرفين شلون تستخدميه وتتعاملين وياه. يوميا تقعدين الصبح تلقين فد ناطحة قدامك، هاي ما كانت البارحة، شو سووها؟ هذه المدينة خيالها كبير. أول شيء مدينة منتمية للمستقبل، فأنت يوميا يعني هاي تستيقظين صباحا تشوفيها ماشية فد شبر لي قدام بالمستقبل. طيب أنا أولاً لازم يكون عندي الحافز أنه ألحق بهذه المدينة حتى لا أكون شخص متأخر يعيش في هذه المدينة. صحيح. ما أعرف أستخدم هاي، لأن مدينة ذكية الآن جداً. تتطور بشكل أسرع منك يعني. طبعاً. فهذا أولاً نمت عندي الخيال، القدرة على الخيال. ونمت عندي التحدي أنه ليش يعني أنا شخص فضولي، يعني عندي فضول وجودي كبير من أنا طفلة. طب كيف يعني هذا ليش عندهم هذه القدرة على تنفيذ الخيال بهذه السرعة وأنا لا أستطيع أن أنفذ خيالاتي الخاصة؟ فهذا كان حافز. ثالثا دبي على وجه الخصوص لا تشبه بغداد في أي شيء. دبي تصميمها عمودي، هناك شواهق كثيرة، تصميم بغداد أفقي وشبه دائري، كل شيء يختلف. المدينة مدينة بيها كثير جنسيات متعددة، هناك بيها دفقة محلية يعني بحتة، يعني هنا لغات مختلفة وليست لهجات فقط، هناك لهجة موحدة. هذا استفز أن أجلب بغداد في خيالي 100%، لأنه لا أستطيع أن أركز على شيء أقول هذه الجزئية تشبه بغداد لأكتب عن هذه الجزئية. لا، استفز الخيال بشكل كامل، ذاك كتبت عن بغداد في دبي. جميل.